ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا زميل كريم يسري من واشنطن. كريم أهلا ومرحبا بك. يعني نرى يعني في الأخبار السابقة التي ذكرناها أنا وزميلتي آية عن الشأن الداخلي والخارجي، الداخلي نرى ما زال ترامب يتحدث عن اللجوء للمحكمة ويتحدث عن 74 مليون مواطن أمريكي صوتوا له، وفي الجانب الآخر نرى تعيينات واستمرار التعيينات من جانب جو بايدن ومنها السيدات كما لم يحدث من قبل كما تذكر جميع المؤسسات الأمريكية والشارع الأمريكي. كيف يتعامل الآن الشارع الأمريكي مع هذه التعيينات وأيضا الدعوة من جانب حلف الشمال الأطلسي لجو بايدن بشكل يعتبر شكل رسمي؟ بالفعل محمود، تستمر عملية الترشيحات والتعيينات من قبل جو بايدن في خضم عملية الانتقال الثالث للسلطة بعد موافقة إيميلي ميرفي وهي مديرة إدارة الخدمات العامة الأسبوع الماضي. ولأثر ذلك تلقى بايدن الأموال المخصصة للرئيس المنتخب وتلقى اليوم التقارير الاستخباراتية التي من المفترض أن يطلع عليها مثله مثل دونالد ترامب. إذ تحدثنا عن جانيت يالين وهي التي تدخل التاريخ الأمريكي للمرة الثانية، فبعد أن كانت هي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي الآن ستصبح وزيرة الخزانة أو ستصبح أول امرأة كوزيرة للخزانة الأمريكية. ويبدو أن جو بايدن يحاول تغيير الشكل النمطي للوزراء الأمريكيين الذين يعني شهدناهم على مدار 4 سنوات من حكم ترامب. بايدن يحاول أن يثبت أنه رئيس لكل الأمريكيين، يحاول رأب الصدع الذي حدث أثناء الولاية الأولى لدونالد ترامب، ويعني محاولة أيضا إصلاح ملف العنصرية الذي يعني شهد تطورات كبيرة للغاية أثناء فترة حكم ترامب وشهد تظاهرات وحوادث عدة في عدد من المدن والولايات. إذ ما تحدثنا أيضا عن التعيينات الخاصة بالسيدات، هناك 7 سيدات سيتواجدن في الفريق الخاص بالإعلام والاتصالات للبيت الأبيض، على رأسهم بالتأكيد المتحدثة الجديدة للبيت الأبيض التي ستتولى تنصيبها في 20 يناير المقبل، يوم تنصيب الرئيس 46 جو بايدن للرئاسة الأمريكية. تلك السيدة هي جين ساكي، وستكون هي المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد أن كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إبان حكم الرئيس السابق باراك أوباما. إذن تحدثنا عن الجانب الآخر محمود والمتعلق بالدعوات القضائية التي رفعها دونالد ترامب وفريقه على مدار الفترة الماضية منذ خروج النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية التي أعلن فيها فوز جو بايدن. نجد أن هناك إحصائية خرجت عن عدد من الصحف الأمريكية تحدثت عن وجود 230 دعوة قضائية رفعهم يعني الفريق الخاص بدونالد ترامب والحملة الخاصة بدونالد ترامب في الولايات المتحدة في عدد كبير من المدن وعدد من الولايات، ربما أشهر بالتأكيد هو بنسلفانيا. كانت بنسلفانيا هي أكبر مركز لمحل الخلاف بين دونالد ترامب وبين قائمين على الانتخابات الأمريكية، حيث يرى أن هناك آلاف الأصوات التي يعني نظام دومينيون الخاص بالعد هو نظام إلكتروني خاص بعد الأصوات منحها لجو بايدن وأخذها من دونالد ترامب، رغم أن جو بايدن تقدم بفارق كبير على دونالد ترامب. لكن كريم يعني الخبر الذي تحدثنا عنه الآن وهو الخاص ب فريق ترامب واتجاهه لموضوع إعادة التعداد السكاني والمحاولة، يعني هل هو جزء من يعني الآن هي بعض العلامات لفقد الرئاسة والاستسلام بذلك والاتجاه نحو المزيد من المقاعد في الكونغرس؟ حقيقة هذا الخبر يعني متعلق بالقرار الذي اتخذه دونالد ترامب في يوليو الماضي والخاص بالتعداد السكاني. التعداد السكاني هو هنا الإحصاء يتم كل 10 سنوات وتحدد عليه محمود يعني بالتأكيد أشياء هامة للغاية، هامة بالتأكيد أعضاء مجلس النواب لكل ولاية، عدد أعضاء مجلس النواب لكل ولاية وعدد المندوبين في المجمع الانتخابي والذين يختارون الرئيس كل 4 سنوات بالنسبة لكل ولاية، وبالتالي يعتبر هذا الإحصاء هام للغاية. لأول مرة في التاريخ دونالد ترامب يريد أن يتم يعني
تجاهل المقيمين بالولايات المتحدة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وتلك تعتبر سابقة، وبالتالي دعا ذلك لتدخل المحكمة العليا التي من المفترض أن يعني تتخذ قرارها خلال الفترة القادمة بشأن هل سيتم تجاهل عدد المواطنين من المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من عن طريق الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها حقيقة الولايات المتحدة منذ سنوات عدة. الآلاف يتطفقون من الجنوب الأمريكي من الحدود مع المكسيك، هم من دولة المكسيك وأيضا من كل ربوع أمريكا اللاتينية، وبالتأكيد يحاول ترامب على مدار الفترة الماضية كسب نقاط هامة للغاية لدى أنصاره بمنع الهجرة بشكل كبير. ولكن في المقابل سنجد في الفترة القادمة بالتأكيد يعني الجانب الديمقراطي من خلال جو بايدن وهم يحاولون كسب المهاجرين والحفاظ على حياتهم وعدم طردهم وما إلى ذلك. إذن كريم سننتظر في الفترة القادمة. نشكرك على هذا التقرير الوافي، كنت معنا من واشنطن دي سي الزميل كريم يسري، شكرا جزيلا لك.